إيش اللي يعطي لحياتي وحياتك معنى؟ أو إيش اللي يخلينا نستمر في الحياة أكثر ونبحث عن معانيها؟ هذا السؤال قد يكون سهل الإجابة كون الشخص اللي تسأله مؤمن وعنده معتنق يؤمن فيه وحياة آخرة ينتظرها، لكن لو وجهنا هذا السؤال لشخص ملحد يؤمن بعبثية الحياة ويشوف إنه حياتنا أصلاً ما لها معنى وإن وجودنا ما هو إلا محض صدفة، فإيش راح يكون جوابه؟ يا هلا والله بالجميع، معاكم الوجيه، واليوم راح نلقي نظرة على المسلسل القصير After Life، وهو أحد الأعمال الأصلية اللي طرحتها نتفليكس من إخراج وكتابة وبطولة وتصوير وإعداد وترتيب أمزح بس من جد من كتابة وإخراج وبطولة ريكي جارفيس. وما راح يكون في حرق للأحداث طبعا، لأني أنا شخص يحب الحياة ويشوف إنه أحد معاني الحياة الجميلة إنك ما تحرق على أصحابك وعلى الناس أفلامهم ومسلسلاتهم، أوكي؟ فيب راح نتكلم عن فلسفة المسلسل بشكل عام وعن قصته يعني كذا من فوق، ما راح نغوص في التفاصيل، وأصلا القصة بسيطة يعني لو خصنا شويتين خلص المسلسل. فيب خليك معنا في حال انك ما تابعت المسلسل بحيث تاخذ فكرة عنه وممكن تقرر انك تتابعه لاحقا. مثل ما تكلمت في بداية الفيديو، بطل الفيلم هنا ملحد لا يؤمن بأي شيء، لا يؤمن بإله ولا يؤمن بدين، نظرته للحياة علمية بحتة ويشوف اننا وجدنا بسبب صدفة كونية وانفجار عظيم حصل قبل مليارات السنين، واننا لسنا الا بشر تطوروا من سلالات كثيرة في السجل التطوري لاشكال الحياة. واثر الصراعات اللي مر فيها خلال حياته كان مستمر في البحث عن معاني الحياة، او خلينا نقول كذا كان يبحث عن سبب يخليه يعيش لاجله ويعطي قيمة لحياته. وفي مرحلة ما من عمره لما تعرف على حبيبته ليزا او شريكة حياته، لقي فيها كل شيء كان يحتاجه، لقي معاها معاني الحياة اللي كان يدور عليها، وشاف انها هي الشيء الوحيد اللي يستحق انه يعيش علشانه. وقبل كل شيء حبها له كان غير مشروط اطلاقا، يعني ما حبته لجمال وجهه او عشان رصيده في البنك او لانه شخص صاحب نفوذ او لانه راح يسافر فيها بين مشارق الارض ومغاربها، لا، حبته مثل ما هو، بمحاسنه ومساوئه، بجماله وقبحه، بغنائه وفقره، بسعادته وحزنه. بالمختصر كذا يا جماعة، الاثنين هذول لو واحد منهم مات، الطرف الباقي راح يقع في أزمة وجودية وراح يفقد أحد أهم معاني الحياة بالنسبة له. وهذا اللي حصل مع توني أو بطل المسلسل. من يوم ماتت شريكته تحول إلى شخص يلعن الظلام وينتقم من كل شيء حوله ويرفض وجوده في هذه الحياة العبثية. وفي محاولات بائسة منه بعدين يبدأ يحاول يلاقي معنى لوجوده بعد موت حبيبته ليزا. جزء منه يقول استمر في الحياة وابحث عن معاني جديدة للحياة لعلها تزين، وجزء ثاني منه يقول اقتل نفسك وانهي حياتك لأن الحياة من دون ليزا ما تسواش حاجة. وأفتكر واحد من أجمل الاقتباسات اللي ذكرها في المسلسل قال أفضل أن أكون في العدم معها على أن أكون في الوجود بدونها. واو، كلام كبير. فهذه فكرة المسلسل بشكل عام، كيف بيعيش توم من دون ليزا وكيف راح يلقى معنى جديد للحياة وسبب وجيه علشان ما يؤذي أو يقتل نفسه. هذه بالنسبة لقصة المسلسل والصراع اللي يمر فيه بطل القصة. للأمانة من الأشياء الجميلة في المسلسل هو طبيعته أو بيئته الصغيرة، فاحنا نتكلم عن طاقم عمل مرة صغيرون ومدينة برضو مرة صغيرونة، يعني القصة ما راح تتوه فيها، راح تتعرف على الشخصيات بشكل لطيف ومن دون أي تعقيدات. والأهم من هذا كله، القصة تم طرحها بطابع كوميدي مرة ممتع، حتى في اللحظات السوداوية المؤثرة راح تلاقي إنها ملهمة أكثر من ما هي مجرد مشاهد حزينة. المسلسل نازل منه موسمين كاملة إلى تاريخ هذا الفيديو، كل موسم 6 حلقات فقط، وفي خطة مستقبلا لإطلاق موسم ثالث لسه ما حددوا متى. وش كمان برضو، كل حلقة من المسلسل مرة قصيرة ما هي طويلة، مدتها ما بين 25 و30 دقيقة، وبالنسبة لي صراحة أشوف واحد من ألطف الأعمال البسيطة اللي تابعتها على نتفليكس وأعطيه تقييم 8/10، يبي يستاهلها صراحة. أما بالنسبة لتقييمه على موقع IMDB فهو ماخذ تقييم 8.5/10 و8.5/10. وللمعلومية برضو، ريكي جارفيس وهو بطل المسلسل تقريبا شخصيته في هذا المسلسل تشبه شخصيته الحقيقية بنسبة مرة كبيرة، كون هو أصلا شخص ملحد في الواقع، واللي يعرفون ريكي جارفيس بيلاحظون هذا الشيء إذا تابعوا المسلسل. إذا أنت من متابعين المسلسل اكتب لنا رأيك فيه وإيش تقييمك للموسمين الأول والثاني، وهل تشوف إن استمرار المسلسل لموسم ثالث فكرة جيدة ولا خلاص كفاية موسمين؟ إلى هنا نكون وصلنا نهاية الفيديو، لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات والضغط على زر الإعجاب عشان يوصل الفيديو لأكبر عدد من المتابعين. كان معكم الوجيه، في أمان الله.